اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري، وحلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده من المطبخ الهندي، ولكن الكلام مش هيكون هندي، الطعم هيكون هندي بخفه دم مصريه. هتعمل لنا ايه شيف النهارده؟ معانا تشكيله من الخضار من خير ارضنا، اذا كان بصل او كوسه او بطاطس او فلفله ملونه، وهنعملها طاجن خضار مع اللحمه، ويخش بالعجينه كده متغلف وزي الفل، يطلع نقدمه على السفره بتاعتنا. معانا كمان الحلو النهارده هندي، البفاره كساري من المطبخ الهندي، يعني الزلابيه بالسميد. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، لطيفه وجميله. بدل ما بنحط على السميد زبادي في البسبوسه المصريه من المطبخ المصري، بنحط عصير مانجا، ونشوف ازاي نعملها مع الزعفران، وبتاخد طعم الحبهان، بتبقى لطيفه وجميله. ممكن تاخد جوز الهند حسب الرغبه. معانا النهارده الطعميه الهندي اللي هي الباكوره. الطعميه احنا بنعملها في مصر زي ما حضراتكم عارفين واحنا خبراء فيها، بتتعمل من الفول المدشوش او من الحمص المتكسر من المطبخ الشامي. اخواننا في الهند بيعملوا الباكوره والطعميه بيعملوها من البطاطس المبشوره، ولكن ما يستغنوش طبعا عن الفول المدشوش الناعم او الحمص المدشوش الناعم، ده لازم يخش في الباكوره من المطبخ الهندي اللي هي الطعميه. هتتعمل بالبطاطس المبشوره مع الحمص المطحون، وتاخد طبعا بصل وتاخد كزبره ناشفه وتتحمر في قلب الزيت، بتقدم معاها صلصه لطيفه جميله من التمر الهندي المعصور اللي موجود معانا ده كده، اسمه تمر هندي، احنا كلنا بنشربه في رمضان الشهر الكريم. كل عام وحضراتكم بخير، اهو ده تمر هندي. هناخده ازاي ونعمله صلصه لطيفه نقدمه مع الباكوره من المطبخ الهندي. خلينا نطلع فاصل لان النهارده المطبخ زحمه وفي تفاصيل كتير وفي الغاز كتير، علشان نوضح لحضراتكم المطابخ كلها واحد في انحاء العالم، دي من نعمه ربنا على الانسان، ولكن اللي بيفصلها تشكيله من التوابل، طريقه الاعداد، طريقه التنفيذ، خفه الدم المصريه اللي بيعمل اكل كل المطابخ ولكن بخفه دم وبطعم مصري. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. حلو الكلام؟ حلو الكلام. نيجي للباكوره اللي الشيف صدعنا فيها دي كده، لازم تتحط بالشكل ده كده اهو، شفتوا العجينه؟ وناخد بعضينا ونحمر في الزيت الطعميه الهندي. حلو الكلام؟ وانا بحمر بقى نتكلم عن تفاصيل الاكل الهندي، لان هنعمل حاجه اسمها البفاره الكساري اللي هو البسبوسه الهندي، اللي هي مكوناتها سميد ناعم وجوز الهند ولوز مطحون وسكر وعصير مانجا. زي ما تحب. انا دلوقتي كمان البفاره ده نوع من انواع الحلويات المشهوره في الهند السريعه، يعني زي الزلابيه بتاعتنا عندنا كده، زي البسبوسه، هي مكوناتها قريبه بتعم البسبوسه من المطبخ المصري، سميد ناعم، جوز الهند. الغريب بقى ان فيها عصير مانجا وقطع مانجا في قلب البفاره الكساري اللي هي هتستوي كلها مع بعضيها، وفي الاخر نكورها كده ونزينها بجوز الهند ونقدمها، تبقى لطيفه وجميله. والمقادير على الشاشه بسيطه وفي متناول الجميع، اللي هو سميد ناعم، عصير مانجا، قطع من المانجا، جوز الهند، سكر وزعفران موجود معانا، وحبهان طبعا، تاخد الحبهان وتاخد اللوز او الفستق الناعم. طيب تعالوا مع بعض سريعا كده نعمل الحلو بتاعنا. عيني، حاضر يا فندم. بيقول لي الصلصه فين؟ عاجبك انت التمر الهندي؟ اهو جنب الباكوره، نحط هنا ونغمس هنا وناكل بألف. انا وشيف بسرعه كده عايز اعمل الحلو ده كده، السميد الناعم الحلو ده، بس هنحمر السميد في قلب السمنه وبعد كده هنشوف ازاي نعمله. حلو الكلام. ومعلقتين سمنه بلدي ناعمين زي الفل، هنخلص باذن الله مع بعض. السمنه دي كده بس، ونحمر السميد ده في قلب السمنه تحميره حلوه. ايه فكره الحلو ده؟ فكره الحلو ده كانك بتعملي حلاوه الجبنه من المطبخ السوري او المطبخ الشامي، اللي هو السميد بيتحمر او الجبنه بتتنقع في ميه، وبعد كده بتخش عليها السميد وتتقلب على نار هاديه، وتتفرد العجينه اللي هي عجينه الجبنه مع السميد، وتتحشي قشطه بلدي، وتتزين طبعا بمربة الزهر او بالفستق الحلبي. ده فكرة حلاوة الجبن. أما هنا الفكرة نفس الطريقة تقريبا قريبة، إحنا بنحمر السميد اهوت في سمنة بلدي، بياخد شوية فانيليا، بياخد حبهان ناعم، ممكن نحط سنة بابريكا، ونحط شوية زعفران حلوين اهوت معانا،
وبنعجن العجينه دي بعصير المانجا مش بزبادي. اه بنعجن العجينه تاني بايه؟ بعصير المانجا المضروب عندي في الخلاط. بنجيب مانجا بناخد الفصوص بتاعتها وينضرب معانا في الخلاط. اه ممكن نحط معاها شويه فستق، نحط معاها لوز زي ما احنا عايزين. حلو. اه ده فكره الحلو عشان نبقى عارفين ازاي مع بعض، لان الوقت ما بيسعفناش، بنبقى عايزين نعمل حاجات كتيره ولكن محتاجه الوقت كتير، وبقدر الامكان انا بجتهد علشان اعمل كل حاجه حضراتكم حابين تعرفوها وبتسالوها على السوشيال ميديا. اه بحمر السميد في قلب السمنه، بحط له شويه حبهان عشان تاخد طعم الحبهان، ابدا اشم ريحه السميد كاني بعمل عصيده. البفاره كساري من المطبخ الهندي بخفه دم مصريه. البفاره الكساري من المطبخ الهندي بخفه دم مصريه. تحمير السميد جيدا حتى الاحمرار. اه ونحط عليه الحبهان ونحط عليه شويه سكر. حاطط معلقه زعفران هنا، هنشوف لونها دلوقتي لما ننزل بعصير المانجا عليها. الله حلوه. ننزل بشويه السكر بتوعنا وشويه جوز الهند. حاضر هخلص والله واجري دلوقتي. اه جوز الهند اهو زي الفل. تحميرك كده بسرعه. ناخد الخلطه الحلوه دي كده في قلب بوله عشان بس نشوف فكره الحلو ده كده، البساطه والسهوله فيه. اهو ناخد السميد ده زي ما هو كده. اهو خلاص السميد هنا استوى، بنحط عليه عصير مانجا. حلو قوي. ونقلبه. اسمه ايه الحلو ده يا شيف؟ اسمها البفاره كساري من المطبخ الهندي. نقلب عصير المانجا مع السميد. اه هيخش النار تاني؟ لا ربنا يكفينا شر النار. ده هيتكور على ايدي كده زي جوز الهند، حلوه جوز الهند او زي داوود باشا عشان اقرب لك المسافات. ونقدمها بارده تبقى حلوه قوي على فكره. دي كل ما نحط لها عصير مانجا السميد هيشربها. خدت لون الزعفران ولون عصير المانجا. اللي راح الهند هياكلها بنفس الطعم، فيها جوه جوز الهند متحمصه وجاهزه. هسيبها على جنب كده وهعمل واحده مع حضراتكم ان شاء الله قبل الحلقه ما تخلص عشان السميد يشرب الخلطه. وانا بختم مخرجنا الجميل واساتذه المصورين حبايبي، نجيب ازاي الشيف المغازي بيعمل البفاره كده وبيغرفها في قلب الطبق عشان البنوتات الحلوه اللي بتشوفنا تكون بتتابعنا. اهو شيل ده هنا كده. اهو مطبخنا النهارده هندي والطعم هندي ولكن الكلام وخفه الدم مصريه. بفاره كساري اللي هي حلاوه جوز الهند مع السميت الناعم بالسمنه البلدي، طاجن لحمه بالكاري واخد فليفر وطعم مصري. عملنا طبعا الطعميه الهندي اللطيفه الجميله اللي واخده البطاطس المبشوره واخده الفليفر الهندي بالكاري. الكاري عشبه ولا توابل؟ الكاري توابل بتتجاب من عند العطار، الاساسي فيها الكركم هو رقم واحد. رؤيه فن ابداع بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى من حول العالم. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.